هذا ويواصل المصريون في مملكه البحرين لليوم الثاني على التوالي التصويت على التعديلات الدستوريه التي وافق عليها مجلس النواب المصري. وخصصت وزاره الخارجيه المصريه 140 مقرا انتخابيا في 124 دوله تتواجد بها البعثات المصريه في الخارج. ووفقا لضوابط الهيئه الوطنيه للانتخابات فانه يحق لكل مواطن مصري موجود في الخارج التصويت في الاستفتاء. ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدى ثلاثه ايام بدءا من يوم امس الجمعه